وسلم عليه.
عليهم كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل داء ودواء، وبارك وسلم عليه وعليهم كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذاك ودواء، وبارك وسلم عليه وعليهم كثيرا كثيرا. صل وسلم، صل وسلم وبارك على نور جميع الأنبياء وعلى آل كل وأصحاب كل أجمعين. واحشرنا معهم بلطفك وكرمك، على أفضل العالمين سيدنا محمد صلوات. على أكمل
فبشره بمغفرة وأجر
واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا and
اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة
صل على